اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حدل الالكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض عطر جديد، هذا العطر اسمه كلوب دينوا. طبعا هذا العطر من شركة RMF. بالنسبة لهذا العطر مثل ما شايفين، خلينا شوي نقرا شوية تفاصيل هون. طبعا مثل ما كاتبين هون اوضة تواليت، وبالنسبة لحجم هذا العطر بيجي 105 ملي. طبعا هذا مثل ما شايفين هون مكتوب انتنس مان، هذا العطر الرجالي. اوكي، هذا اسم الشركة. من هون كمان مثل ما شايفين المكونات، كحول، عطر، ماء، اوكي، وبعض الامور اللي كاتبينها كمان هون اذا بنقرا ميد ان فرانس. طبعا هيدا صدر بال 2019 بشهر 6 2019، بالنسبه لتاريخ الصلاحيه ل 6 2024. اوكي، خلينا هلا نفتح العلبه ونشوف العلبه كيف بتجي. طبعا هيدي الريحه مميزه جدا. لبعض الناس اللي بيسالوا هي قريبه على شو؟ قريبه على الكريد. طبعا الكريد من اغلى انواع العطور، اللي هن بيجوا حوالي 300 دولار للقنين الوحده، او 400 دولار او حتى اكثر من هيك، بس نحن عم نحكي على الكريد الافنتس. طبعا البعض منكم بيعرف الكريد الافنتس قديش مهمه وفخمه. هلا بالنسبه لهيدي، مثل ما شايفين بالنسبه للديزاين، عندنا هون استرسات، هذا استرس هون، استرس هون. اوكي، طبعا قنينة تقيلة بالاخر 105. بنشوف هون كمان نفس الشيء. اوكي، ننتقل للريحة. بالنسبة للريحة، خلينا طبعا كل واحد عنده رأيه بالريحة، بس خليني استعرض لكم موقع بيعرض الريحة، بيعرض رأي الناس بالريحة هيدي بالتحديد كيف كان. طبعا مثل ما شايفين هون عنا، اوكي، هقرب لكم اياها قد ما فيني. اوكي، طيب يلي حبوها، يلي حبوا هيدي الريحة هن الأكترية، لايك، ديسلايك قليل. بعض الناس قالوا انه هاي بتنفع للشتي، يعني النسبة قليلة. السبرينج للربيع، يلي هي النسبة الأكبر، يلي هن الناس اللي قالوا انه هيدي خرج فصل الربيع، فصل الصيف وفصل الخريف، بس أقل شيء بالشتي، يعني هي منا خرج فصل الشتي. طيب داي اند نايت، الداي يعني هي صباحا بتنحط افضل كريحه من ما تنحط مساء. اوكي، طيب حننتقل شوي للمكونات. حامض، عنب، تفاح، كمان حامض. اذا بنلاحظ نحن هون اكثر شيء حوامض. اوكي، طيب هلا الناس صوتت على شو اللي حسيته فعليا موجود، يعني التكوين الرئيسيه بهذا العطر. زي ما شايفين عنا هون الناس صوتت 1325 صوت للحامض، يعني حسوا بريحه حامض او من الحوامض بالنسبه لهيدي الريحه. 1079 خشب النوودي، ريحه خشبيه. 697 بالنسبه للاناناس. صوتوا على باقي الامور مثل ما شايفين، ان كان العنب، التفاح، الورد وغيره. اوكي، وفي الفانيل وهالامور، بس اكثر الناس اللي حسوه حامض. مزبوط، هو في حموضه، يعني في الريحه فيها الحموضه. بالانتقال اعزائي لنشوف قد ايه هيدي الريحه بتضاين وقت. اوكي، وبنشوف الناس قد ايه صوتين. طيب بور يعني ما بتضاين بالمره، 80. ويك ضعيفة، 97. مودريت طبعا عم نحكي نحنا يعني نص نص، فينا نعتبر نص نص. اوكي، يعني مقبولة نوعا ما. 404 قالوا انه بتضاين، ما بتضاين كتير وما بتضاين قليل، يعني نص نص. اوكي، فترة يعني ما بين بين، فينا نعتبر. اوكي، طيب الناس اللي قالوا انه بتضاين كتير الريحة، بتضاين كتير، هو 890 شخص. والناس كمان اللي قالت بتضاين كتير كتير، يلي هو very long lasting مثل ما شايفين هون، 257. اوكي، هيدا الريحة ريحة تقيلة، ريحة بتضاين كتير. عم نحكي نحنا كوقت، مثل ما شايفين هون كوقت، هيدا بتضاين كتير هيدا الريحة. اوكي، يلي بحب الريحة يعني بتحط طستين مثلا، بتطص طستين بتحس انه ضاينت كتير معك، هيدا الشيء كتير ممتاز. طيب بالانتقال لشيء تاني، عم نشوف نحنا قديش هي خفيفة، ريحة تعتبر خفيفة ولا ريحة قوية تقيلة. اوكي، مثل ما شايفين هون عنا soft 171، نص نص 711، heavy تقيلة 806. يعني اغلب الناس بتقول انه هيدي الريحة هي ريحة تقيلة. طبعا هي فعليا ريحة تقيلة، يعني ليش؟ لانه تقيلة بتضاين، يعني هون عنا ضيان كتير، فلازم تكون تقيلة. يعني بهيدي الحالة، بحالة هيدي الريحة الموجودة عنا، اجبار تكون تقيلة كرمال تضاين اكتر. اوكي، مثل ما شايفين. هلا بعض الناس بيسألني هل بتنصحني بهيدا الريحة ولا ما بتنصحني. انا بالنسبة لقلي بشوف انه هيدا الريحة ريحة تقيلة، ريحة بتضاين كتير،
اوكي، بس نفس الوقت يعني هيدا العمر الافتراضي تبع او الاشخاص يلي بدهم يستعملوها بده يكون عمرهم مثلا 30 40 50. يعني هل يعني عم نحكي نحن على بزنس مان مثلا، شخص رجل اعمال بتصة، شخص نوعا ما كبير بالعمر بتصة، شخص يعني مثل الناس المخضرمين فينا نعتبر اللي بتصة، يعني هيدي تعتبر له لانه تقيلة كلاسي وبنفس الوقت ضيانة كتير كبير. بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. استعرضنا الريحة الجديدة من شركة كلوب دينوا RMF، طبعا هيدا الريحة الممتازة. اي اسئلة او استفسار او حابين تطلبوها لهيدا الريحة كمان بتحكونا على الواتساب، كون بخدمتكم دايما. بتشكركم لمشاهدة هيدا الفيديو، ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم كتير وإلى اللقاء.